بعض الناس هدانا الله إياه يضع أشياء على البيت، على السيارة، على الأولاد. Aun din nga mga manusia, amo in hidayat ang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbutang sila mga sasakatan nila, tawa mga bay nila, tawa mga kaanakan nila. يضع مثلا نعل قديمة. Aun ibutang nila, amo in long niya, amo in sapatos yaon, luma na yaon. خرق قديمة سوداء. Atawa unubi yaon, mga amon badyo, amon daan. بعض الملابس. Atawa unu-unu na mga ding mga badyo yan, daan. نعم, أو يضع عين. أتوا أون بطنون يبيع ماتا يأون أو كف أتوا ليما أو هذا الذي قطعة من الحديد التي توضع في رجل الحصان الفرس الخيل أي أتوا مم بيع كوان يأون يبقى بطنها سيكيسين كوان سيكيسين بيعون سين حصان سيكيسين كبايو يأون أو يضع بعض الأشياء أتوا أون أونو نا مغا دينها مغا باتو يأون أو بعض الأشياء من البحر أتوا مم بيع مم مكوا ترين هرغات يأون لماذا تضع هذه الأشياء؟ pangasubo may tanatoy biyutang yato. قال حتى أحافظ على سيارتي من العين من الحسد. Na in jawab nila hasupaya sila ka parehala on ding ha ayin ding iban sina mun hasad amo in long ta inggit yaon. لأنها أسباب لدفع العين. Na pasalan long niya inyari ni sabab kuno hasupaya ka maparehala sila ding ha pagtahon amo in paso simod. نقول هذا شرك أصغر. نحن بعشر إن جواب نتو إن يريني شرك أصغر. وإذا كان يعتقد أن هي التي تدفع الحسد. نبغى سوبا ما ينسيا نجع اعتقاد توا نعهاد إن يأون أو إن شغاوس أمو إن يبايق أتوا إيجون لون تين إنجد أتوا إن حسد يتو. هذا شرك أكبر. نحن يتو ما ينش شرك أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه بيت. إن رسول صلى الله عليه وسلم أونشيا باي ولديه دواب أونشيا مسسكتا ولديه أولاد أونشيا مع كأنكا هل وضع هذه الأشياء؟ إن بعشر وبيوتان يتو هم مع بيوتان يم مع أون أون يتو لا إذا لا نضع ويرون نجواب نتو ويرون نسوي نتو سبديه نعون دي منتو بطمون من يحفظنا؟ إيشيو إن مكبرها لكاتو الله سبحانه وتعالى إن مكبرها لكاتو أمرين الله سبحانه وتعالى لكن احيانا يكون عند انسان الم في بطنه سما اون وقتو ان مانوسيا اون سي بسكتن يا تيانيا ماذا يصنع نوني هنا منتو هل يتعالج او لا او نو مغوبات كده نتا ودي نعم مغوبات يذهب ياخذ شيء من الدواء ويشرب نعم كما واشرين مع اوبات بوس انه منيا او ياخذ شيء من الاعشاب من النعناع يضع عليه ماء ويشرب مثلا اتواونه انه نمون امو ان اوبات يوني بغبوتان ها تويغ يا ان بوس انه منيا او يقرا على بطن الفاتحه اتوا يقرا الفاتحه رقيا الحمد لله رب العالمين امو ان لون تا ممسس ياها رقيا ممسس يا ان امون اوبات بمسس ياها سوبايا ما يجي سكت سنتيانيا اذا هذا الفعل صحيح نينيت تو هنا نيت تو كوركس يا صحيح هنا نيت اما دواء او رقيه هذا صحيح منجريسيا اوبات منجريسا بروكيا اما ان يضع النعل القديم وهذه الاشياء يكتب بعض الكتابات هذا اما شرك اصغر او شرك اكبر والله اعلم نا سمانا مون لون يا مقبوطان سيابي انا سي مانا جنيلاس يا اون اتوا اون 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 مون جنيلاس لوما يا اون نينيري اون تشانس نسمود بلا مشرك اصغر اتوا شرك اكبر